السلام عليكم سومالي وين ملو بعد جوكتين وايد السلام واني واني مع أحمد هبي مركل أي برنامج كي صوبه قني مع هبي أدوي والب هبين والب جمعة هذا كل أكبرتين إن إنهج برودكشن يوتيوب كيجا برنامج كا سيد عن وقت الجل مر البو عن قرى سنة ضد رك يدمر سوق جرو مدام وياه برنامج كا لا إن قرب بدأ سنة كان كسب بدنا على سوماليا سومالي كلمة عن ذلك يدوب دي سبب إن قاب كيلو استاجن كرا قاب كيلو قرتي كرا على سويد أفسرنا فكرة قفل بو دلني رو ددوا وين تطرح ده هذا أنت بقى أنت جور قرتي أو بس عمر تجور فكرة ده هذا كل دون حتى أنت إن أنا جور سن فكرة ده هذا واقع هذا نينا بيكوس وحاربنا برنامجك إن فكرة السكوي ده صدق هذه صورة جلسة إنه حيابان سيب بدنا يوكو استاجن وإلهي قارو يوكو استاجن دونا إن شاء الله برنامج كمركا وين الكلية جارو معها قبل الكلية نجارو معها سومال محمد أسمة تعمل بيجو عند الكي دي سبعة إن ويجوهر برنامج كوحن قاعدنا ويل عبد عسيس إني ووطن كأنا جوين ويجو كحجنا حوجا وباقنا وحو باقنا نعيل ذي جرا أوجد يقرحي مجال ذكر عي ذات كانوا لباته استوى نصور نصور كل بيسينا عن مركز برنامج أنا جنا إسكس مثلا لكن ويكان الحمد لله سيدهر وادا نوا برنامج كون قبناي مركا ويجا أنا وحنا صورة كشويل كلنا كوري سنة أو إسكنا أنا أكتر يعني سنين اللي مع أكتر هذا إدت كترجمان ككلية أي برنامج ك معناها أو إذا جينا سقف والبو قف والبو أو صومالي وبرنامج كان ودحيا معناها صومالي دارن ودحيا دت كوي ودليهين وما صومالي دارن وكده حيا نو والبو هذا فنان هذا عيرتوي هذا شعب عادي هذا مترجم قف والبو فكرتي سو كل يوم كراه لكن انا ما حسب اياها يا قونت اذا وحنا قطي دتكي مترجم كاها او كلا دتكي اكثر اها او كلا ان برنامج كبر كورت اجا لقيب قاتان قاصت انا دويلي شعب وبضن قبل قضالي حوغا سكوير دقا لكن ايغن وصو وذا قامن دونا وكي قاب قاتان دونا كل ودياريين ها برنامج كوحنا وقمرتي انا وقع سومن ان ايتم هيرو تلقى دبتي سجرو اكثر يا صوبح هذا في الأذ قرح بلن ولا الكيا أذي وقال يا مدح كل كيس إسارة هي تما يعني أنا فكرة دي سوي حقوق قبو طبعا وان أوغندونا هلا السلام عليكم هي تم عليكم السلام نعم هذا وما سنت هذه دعوة يا شاد هذا السلام وما سنتين وأنا كل ما في رمش كي أتكون أحسن أنا هي تم هذه هذا وما سنت هاي برنامج كوكسولو هذه يا دو كلها مرة واجي مرة تحد مرة بدن برنامج كبر برنامج كينا برنامج كينا أنا أقوله وصح برنامج كسوام عليه ودون وده حياة اسم طبعا عديك واتسوق قرصة عبا يا تاه ما شاء الله البرنامج كوحن نسكو ويدرسنينا فكرة ذا مقالدين وحكو بدنا إن دت كيني مقالدين يعني إني مقال إن وحكو بدنا يا فرين كقبلها وده حياة شن يتصمم كإلى أي أفرتنك أنت بقولي شنو ولا قبان كله هل نعكليه كم صعدوا؟ مركب برنامج ك ما دام عن إن أقول تلاقينا قاب كله استأجلنا قرابة إن أديك الرأي أهان سيدك كله تبوق أنت وبدن وكي ما كرا مركب قويس كأوبر برايو كلته مركب فاميلي ده إيش خصنا يانو كلته مركب رير أنت صار إسمع أو كلته وبابا عايز قاب أهان سو كل مغلا نرت والله خلاف واضح لوضع هناك ما ذا نحن سامي سنهاي لن وبدين هاي سلي هاي مفانتي إنك استواني عند رجع هاي رجع أنت بدن بليش في سعر عندهم في مفانتي إنك استوى رجع يدوم مركن لوضع يين في مركز وحكة لوضع دحيل لوضع ده مفانتي مركا لوضع قف حلو بهاي هاي هنا هاي قاعدي وخلاف إنه خلاف كأيجا دخلوا حالياً هدي ورقة سمستان ورقة ذايجا كل السؤال أنا واحد والبوع مصلحة ذايجا نسميان مركا إنه أرتا دوات هذا جرت على حد هاي إن رقة دن كودا إيو دم رقة دن كودا بلا ولد إن خلاف وكجرا مفهمت صح خلاف كمركا إن هدي دين علو في ري دن كرق ayuu waxa ay ku qaldayeen inta badan ay rag iyo dumar ku wada guursadaan dumarkii waxay bilaabayaan rag inay dayacaan fahantay sidee macnaa naag la guursaday macnaha waxa waa taqaan Soomaan ninkiina waxa ka diganaya cadawgeeda fahantay marka naag looma jibiyo aniga taas fikrad ka duwanaa qabaa
aniga fikradda ka duwan qaba waxa tahay dayacaad uu ka imaada 190 rag uu ka imaada waliba qasadan ragaan dibadda nooga imaanaayo gabdheen yar yara wax ku ciyaaray ragga dibadda nooga imaanaayo ragina dibadda nooga imaanaayo aya doortay gabdhaha maanta nin rag oo dhalinyaro ah oo maanta isku filan oo waddan kale joogo oo u baahan waxay ka dooranayaan in baasaboor wato oo waddan kale ka imaaday oo xadaadii aragtay xadaadii ahaan ka weyn maanta oo tagi soo dhameystay intaas waxay raacayaan lacagtaas iyo dalalkaas marka gabdhaha ayaga iman daradooda u geysaa dhigi karnaa gabdhaha maanta maanta nin dibad ka imaada lacag ma dhiibaayo laakiin waxaan ku sheegaa ma taqaanaa nimanka dibad ka imaanaayo xagga xaasasa u joogo aruura u joogto way soo baashaa la tagayaan muqdisho imaanayaan kenya kale imaanayaan ethiopia kale imaanayaan gabar yar oo hooyadood kusoo tir ii tacbeeshay oo kusoo rafaaday oo kusoo silicday oo laga yaabo aabalacaan in lasoo koriyo laga yaabo in si kale lagu soo koriyay oo hooyadood ba ay dhimato aabale uu soo koriyay gabadhiyaa la guursanayaa gabadhii markii la guursado intuu la joogu la joogayaa dantii laha waa la gaaray kadib uu laabanaya xaaskiisa iyo caruurtiisa uu laabanaya ay maskiin 18 jir xataa 25 jir ahaw yaa u maqan oo islaan ah horta ayagu horta micnaha gabdhihiin hadda jiro oo gabdhaha yaryar hadda soo baxaya farxadooda dhan hal maalin ku koobantahay aanisa aaminsanay waa maalinta arooska kadiima anaa arooskaas weyn loo dhigayo hoteelka weyn lagu qabanayo iyo farxaddaas iyo lacagtaas kharashkaas maalintaas baxaya unbay fiiriyaan mooye farxadooda dambe iyo ayatiinta noloshooda mustaqbalkooda iyo gurigoosa ku dhismi lahaa ma fiiriyaan ma fahantay marka ninaa maanta dhalinyaraa jecel oo maanta bishii 200-300 xamar ka qaato shaqaysto haddii kaas uu jecel yahay jecelkiisa tixgeli lahaayeen noloshooda dambe waa dhismi leed oo wixii maanta ay ka fikirayaan waxyaabo ka badan inay helaana laga yaabilaa laakiin dadka gabdhaha hadda jira maanta isku mid maayo gabdhihii hore gabdhihii hore waxay ka fikiri jireen mustaqbalka fog kuwa hadda waxay ka fikiraan maanta maxaa sameeyaa maxaa la ii sameynayaa arooskayga soo noqon doona iyo waxaasay ka fikiraan because waxaas maxaa sababa gabdhiha gabdhaha maanta aroos ka qaybgalaya waxay sameeyaan gabar kale arooskeeda markay tagaan arooskiia qiimeeyaan maxay leeyihin heblaaye aroos fiican looma degin heblaaye alaab fiican looma degin marka dhibaatada meeshaasay ku bilaabataa markii loo fiiriyo hadhuuni arooskaas iyo waxaas ayada gabadan fiirineyso oo isdhahayso arooskaaga hadduu sidaas noqdo intaas aaba kaa badan ba nolosheeda dambe ma fiirineysa hadhuuni isfahamkii noloshii aa adkaanayo labadii qofna meeshaas inay ku kala tagaan iman karta ma fahantay tan labaad marka gabdhaha wixii kale ku qaldan yihi ninka ragga maanta uu damac badan yahay rag horta labay u kala baxaan midna waa damiciisa maxaa ka weyn maxaa ku dhaha mustaqbalkiisa wuxuu fiirsadaa mustaqbalkiisa iyo noloshiisa soo ku farxi lahaa midna waxaa waaya damiciisao fiiriya oo daqon waaye ma fiiriyo noloshiisa dambe marka tu arko iska guursanaa marka gabadh markii lala guursada iyadana way xanaaqaysaa markay xanaaqda kabacdi waxay samaynaysaa ninkii inay dayacdo markuu imaado inay kuurkuurto iyo inay weji ugu qoslin asagana wuxuu isleeyahay tan maxaa tokalaabo ka haysataa mid kale ka sii raaday haddana midba midka kale ku gaaro isleeyay ma fahantay furayinkani meeshuu ka bilaabanaa bes haddana raggeena soomaalida hilib geelka ma badsadeen ma aqaano furayinka afkuu ka saaran yahay marka naag walba waxaa arkaysaa ayadoo alaabteeda wadato oo ay soo kala tageen ayagu xitaa uwad ka dhexay taas macnaha waa daliila waxaa ku daliila uwadkii waa nidaam ku noqonaya ama dhanka hooyada ha waaye ama dhanka aabaa ha waaye uwadkii waxaa noqonaya waalidkiisa mid kamid a inuu waayo horta taas been maahan waalidka inay ka dhex baxaan ubadka inuu waalid la-aan ku dhacdo waa wax ubadka khasaaro weyn ugu jiro waayo ilmaha waxay ku qurux badan yihiin hooyadood iyo aabahood inay la noolaadaan hooyadood iyo aabahood inay kusoo aqliyeystaan hooyadood iyo aabahood inay wax walba wada qaybsadaan xataa ma qurux badno markii la dhaho famil ahaan hooyada iyo aabaha oo isdagaalaya caruurta inay arkaan ani fikrad ahaan nimco ahaan ilama qurux badno waxyaabaha ciyaalka laga ilaaliyo ama laga ilaalin jiray kamid tahay waa waxyaabaha maanta xaaladda taagan ay uga duwan tahay xaaladihii hore oo annaga waalidkeen ay nagu soo koriyeen because annaga weli ma arki jirin hooyadan iyo aabaheen oo isheesto ma arki jirin waalid isku buuqaayo ma arki jirin sida hore soomaalida dabeecadeeda ay ahayd waxay ahayd hooyo mar haddii la furo aabaha uu furo kaleete hooyadaas inaysa dib dambe u guursanina laga yaabaa ee owlaadeedaas iska korsato owlaaddeeda ee haysato marka horta khasaaraha ugu badan wuxuu soo gaarayaa owlaad oo labada dhinacba weynayo hooyana weynayo aabana weynayo taas wallaahi waa dhibaatada ugu weyn oo caruurteena soomaaliyeed saameysay dal iyo dibadba waxaa kaleetoo jirto gabdhihii yaryaraa haddeerto kaartan ku dhacday
أنت ما أنتش كلية فرحدة ولا كأكتر برينا فرحدة ولا أوبا بأسه نحن هنكر كامركا. والله أرتا إن استجد وبدين أرتا إن حتى دواتي فمي والبابا دواتا maanta haddaan sheegi karin oo iska badan way jiraan family walbana macnaha dib uu atoobanaya jira ama maamadaha noqoto ama adeegaha noqdo marka labada qof macnaha qofdo yani qofka kale oo ka cabana fahantaanaya yani guurka dhankeen wuxuu ka noqday maanta labada qof oo isugu dhow dadka caabaha noqdeen ba dad macnaha qofba qofka kale ka cabanayo marka cabashadii asii badatay ha noqoto inay gabadhii cabato ama ha noqdo inuu ninka cabanayo ma fahantay marka anaga horta waalidkeena 30 sano ka hor wixii ka horreeyeen waalidiinta uwadka wixii labada waalid ka dhexeeyo uwadka hortiisa hadda waxaa arkaysaa laba waalid oo uwadkooda hortooda isku horcaynaya dhahay ama waalid waalid yani labada waalid mid kamid ee uwadka ku hor dhahay aabaha saas waay kan waay ama hooyadaa saan waay dhahay arkaysaa ma fahantay marka uwadkii waalidka hortiisa waxaa wanaagsan in uwadka laga hor leexiyo waalidka wixii ka dhexeeyo oo arrintooda khaaska u ah marka hadda wixii iska noqdeen wax iska normal ardada waalida arkaysaa uwad kortooda wax isku dhahayo oo caadi ka noqotay ma fahantay uwadka ogba sirihi ama waalidka waxay isku haystaan ka warhaayo waalidkooda khilaaf ka dhexeeya oo hadduuna noqoto in ayaga laga wareysta booyada ee abaa waxay isku haystaan la dhaho taasna runtii waa ceeb 30 sano ka horna waxaas ma dhici jirin runtii hadda waxaa soo batayba waxaas iyo waxyaabo عادي ياد حط كاغن حوغا ونغا قوايا ما كان ودنكا جوكو روما كداي مشي كذي ان وصح ووحا حد كولا يا عروتي عبد احدك بحيصو ولدي عبد احدك بحيا المكا دي الماء لو دنين ايو مركا ور الماء لو دنين جرا دي الماء لو دنين ايو والدك سوال بيحوين انا سيستانا ونكسن مركا عانيق مغالي دان عان جوغا دارتو حانكو عركي ان قبلو مركا اويرين ان عادي شان اتبان عكيرين وشان إيطوان كيرينو لباتن إيشان جير إلا شان إيطوان جير عمال إيه كل قول نغدا قرابة إنفان ماركا قرابة داس بدنا إيهو كليفين إنا عام برنامج كان عاني كهالو أو عان حوق سارو إن إيطا موكو معصان تاي سيدا قروحو بدن برنامج كاي إيجا لغاية بخارة الفكر كاي سيدا عدو قد يبتي لكن وكل فكرة دون عاني كرقا وحان سارايا إن ناليش أغوين رقا سارايا كو دي بدن واجي مادا سارا كو دلك جوغا سارايا إن مرر بنين رقا إساقا لوغو باهنيا إنو أتكيستو isaga loogu baahanyahay qofta dumarka inuu u sabro marka raggii ba hadeebo dalaaqda afka ka saaran tahay waxa way dumarna waxay sheegayaan male aada kaaga mahad celinaya sida quruxda doona barnaamijka noogala qayb qaadatay mar kale iyo mar kale iyo mar kale iyo mar kale etamiro atoorehena sanadka yarka sanadka tanki oo madaxa korkiisa saaranta ku soo dhaweynayna adi waxaa tiri ragaad aan dhaliisha saar aniga qofna ma dhaliilaa mafahantay labada qof labadooda la dhaliilaa idan labada boo isfurto qofna furinkood dalbada qofna furinkii u sameeyaan le hadda kadib waxaa le labada famil isqabto haddii ay gabadha furin dalbato ninkaa iska toogtoog abaay muu ku furay hadhaho haddii uu ninkii dalbado inuu furo gabadhan gabadha iska toogtoogta dhaado abuhay furin mafahantay marka noloshaasay ku dhisan tahay marka halis soo sabtaa dhiilaa insha allah halis baryo maa dhahay halis baryo aboo furi maribide qof walba ha noqdo micnaha qof familka aytiinkiisa dambe ka fikiraayo familkaaga haddii guurka waa marka ugu horeysa markaasna haduu ka hala faa'iido male inta kale ma fahantay aad umaadsantaha walaalkee familka madaxooda allah isku furo insha allah waana salaama dhammaan taageeraha adig ku taageersan iyo daawadayaasha intaba oo barnaamijka ku xiran aada umahadsan tahay waxaan rajeynaynaa soomaali inay noqoto kuwii wax ku qaadan lahaa warkaaga iyo warkeena insha allah barnaamijka usii socon doona habeen kalena waa kugu marti qaadi doona oona kugu soo dhaweynaynaa aada umahadsan tahay insha allah dhawe aada umahadsan tahay thank you walaalkay waayag daawadayaal etamiro waa wiil dayar oo toore ah wadanka dibadiisa joogo caawa isaga ayaa barnaamijka noogu marti ahaa aadan ugu mahadcelinayaa fikraddii salimka ee uu soo gudbiyey wax saxan uu sheegay ragga dumarka markii la furaya iska tuugaan u dhahay iyagana
رجونا حتى وجان دمر كذا وواحد قرح بنا لكن ما لسمينا الصومالي أنا واسمع أنا نقول كده هاي قبلها قبل هدي أتاي وكفرها يا نقول هاي مبرية سدبا أنا أخلو را هذا فرور بتد معنا إسكوت نجينا عم بس كيف فرها معنا اسمها قبلنا ما لقيا إنه ويل كسيد وكلت سكان بريء ولو حاس كي يكون فرها إن شاء الله محرجين إن عيننا نقول كوه حقوقاته فريق قبلها نير وكير هذا قبلها نوين وكير هذا غير كل لقونا جاي لقونا هذا ونقدر ندخل بس جرسدان أنت هرت وحفرين أو قلادات وكذا عنا إن دب إسق سحان عرجين دنا ما تنتين لما عند وذي عش كحرن إيه تاجر عش كحرن برنامج كان إنهج برودكشن إسابق ونمعهيبة هذا دي سلام يا وينو أسبوع عدم بإن شاء الله مع السلامة.